في بعض برضو النوتيشنز كده برضو نبقى عارفينها، ان احنا بنعبر عن السيجنال بتاعتنا او بتعبر عن السيستم بتاعنا بمعنى صح ببوكس كده، وحاطين فيه جواه الامبلس ريسبونس بتاعه. لو بتكلم على لينير تايم انفيرنت سيستمز طبعا، اوكي. فلو انا حطيت تو بوكسز كده بسميهم كاسكيدد بوكسز او كاسكيدد سيستمز، اللي بيحصل ان الاتش التوتال بتاعتهم اللي هي الامبلس ريسبونس التوتال بتاعهم هيبقى عباره عن كونفوليوجن بتاع تو امبلس ريسبونسز، اوكي. يبقى اتش 1 كونفولد مع اتش 2. طب لو هما بارلل بقى بالشكل ده، لو حطيتهم بارلل يعني معنى كده الاوتبوت بتاعي هنا هيساوي اكس اوف تي كونفولد مع اتش 1 زائد اكس اوف تي كونفولد مع اتش 2، ساعتها الامبلس ريسبونس بتاعي هيبقى عباره عن اتش 1 بلس اتش 2. ده بسميه بارلل او ديستريبيوتيف انتركونكشن. لو عندي بقى سيجنال فيها فيدباك، فيدباك لو احنا فاكرين بيبقى عباره عن ده زائد 1 على ده، اوكي. يعني لو انا باخد الامبلس ريسبونس بتاع ده، لو باخد اللي احنا كنا شفناه في الكنترول، هنلاقي ان هو بنحسبه بالشكل اللي هو لازم ناخد في اعتبارنا بقى الفيدباك ده ماشي ازاي. فلو احنا مشينا ورا الفيدباك ده بيساوي كام، هنلاقي ان الاتش اوف تي بتاعتنا بتساوي اتش 1 ناقص اتش 1 كونفولف ناقص اتش كونفولف مع اتش 1 كونفولف مع اتش 2. فده شكله معقد شويه، لان هو هنلاقي ان اتش موجوده هنا وموجوده هنا، فما هياش بالبساطه دي ان احنا نحسب الامبلس ريسبونس بتاع السيستم شكله عامل كده. طبعا احنا نفكر فيها كده، النقطه اللي عندنا هنا دي عباره عن ايه؟ عباره عن الحاجه اللي موجوده اللي هي اي اوف تي كونفولف مع اتش 1، بس اي اوف تي بتساوي اكس اوف تي ناقص واي اوف تي كونفولف مع اتش 2. عشان كده بنلاقي ان احنا الواي موجوده عندنا في الاثنين، فنلاقي في الاخر يعني الايكويشن بتاعتنا دي ما هياش ستريت فورورد كده نلاقي اتش بتساوي كذا از فانكشن اوف اتش 1 اتش 2، لا نلاقي فانكشن كمان في اتش، اوكي. هنشوف السيستم ده نقدر نحسبه ازاي بس لما ناخد الجزء بتاع الترانسفورميشنز.